مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. كما تشاهدون معنا افتتاح منتزه الانبعاث بعد سنوات من الانتظار، وأخيرا تم افتتاح هذا المنتزه الرائع وهذا المنتزه الجميل. يعد مكسبا لمدينة أكادير من خلال تأهيل المرافق الخضراء وأيضا البنيات التحتية على مستوى مجموعة من الفضاءات التي أصبحت تشكل رونقا وجمالية للمدينة من خلال توفير مجموعة من ملاعب القرب، سواء الخاصة بكرة القدم وأيضا الخاصة بكرة السلة، وأيضا مناطق خضراء في جمالية رائعة جدا كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. متابعينا الأوفياء، فأنتم كتشوفوا معنا يعني الجمالية ديال هذا المنتزه الذي أصبح مفتوحا في وجه ساكنة المدينة، كما قلت لينضاف إلى تعزيز المناطق الخضراء بمدينة الانبعاث من خلال هذا المشهد اللي كنحاول أننا نلتقطه لكم، وأيضا نسلط الضوء على جمالية هذا المنتزه. كما قلت فهو يعد مكسب للمدينة، فربما العديد منكم سيوافق الرأي لجمالية هذا المرفق العام اللي هو منتزه بطبيعة الحال الانبعاث الذي أصبح قبلة لساكنة المدينة وأيضا لشباب المدينة من أجل ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، سواء ما تعلق بكرة القدم وأيضا الباسكيت وممارسة المشي والترويح عن النفس. كما كتشوفوا إقبال كبير جدا لساكنة المدينة على هذا المرفق الجديد وهذا المنتزه اللي هو منتزه الانبعاث، لكي توفر على مناطق خضراء وايضا ملاعب للقرب، ونتمنى ان يتم المحافظه عليه لان مدينه اكادير في حاجه ماسه الى مثل هذه المرافق والى مثل هذه المساحات الخضراء. كما كتشوفوا معنا الجماليه ديالو بطبيعه الحال، فجماليه لا تضاهي اي جماليه، وكنتمنى بطبيعه الحال ان نشوفوا مرافق اخرى مثل هذه المرافق اللي غادي تعطي واحد اضافه نوعيه البنيات التحتيه لمدينه اكادير. فهذه تعد من المشاريع اللي صراحه يستحسنها الكل، يعني نظرا يعني للجماليه ديالو وايضا نظرا ما يتوفر عليه من فضاءات خضراء وملاعب القرب اللي مفتوحه في وجه شباب المنطقه المتعطشين لممارسه الرياضه، سواء الباسكيت وايضا كره القدم من خلال مجموعه من الملاعب المعشوشبه ذات العشب الاصطناعي، وايضا مجموعه من الممرات والمنتزهات اللي تغري العديد من الاسر والعائلات كما كتشوفوا معنا الذين يقبلون على هذا المنتزه في كل مساء وفي كل يوم. كنشوفوا اعداد غفيره من الزوار اللي كتشد هذا المنتزه كما كتشوفوا مباشر متابعينا الاوفياء، فانتم كتشوفوا بطبيعه الحال على هذا المنتزه وعلى هذا الفضاء الاخضر كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. كما قلت فهذه رسالة أيضا ساكنة المدينة وأيضا شباب المدينة من أجل المحافظة على هذا المكسب الهام اللي ينضاف إلى المناطق الخضراء وأيضا إلى المرافق والبنيات التحتية لمدينة أكادير من أجل المحافظة عليه حتى يدوم طويلا وعدم بطبيعة الحال التخريب ديالو، لأن كنشوفوا مجموعة من المنتزهات ومجموعة من الفضاءات الخضراء التي تلحق أضرار كبيرة جدا بفعل يعني الضغط عليه والإقبال المكثف الشباب وأيضا ساكنة المدينة. فهذه أمانة في عنق
التغير على مدينة أكادير من أجل المحافظة على هذا المنتزه وعلى هذا المكسب ديال مدينة أكادير. فهذا ملك كما قلت للجميع من أجل المحافظة عليه حتى يتم إضافة مرافق أخرى وبنيات أخرى من أجل أن نرى مدينة تتجدد، مدينة تشملها التنمية من شمالها إلى جنوبها ولا تقتصر فقط يعني على هذا المنتزه. فبغينا منتزهات أخرى، بغينا مرافق أخرى، لأن شباب المدينة وساكنة المدينة متعطشة لمثل هذه المرافق الحيوية وهذه المنتزهات الرائعة والجميلة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالمنطقة كانت إلى الأمس القريب منطقة خلاء، عبارة عن غابة وأيضا ملعب الانبعاث الجنوبي اللي كان في هذا المكان قبل أن يتم طبيعة الحال الإزالة ديالو من أجل التهيئة ديالو حتى أصبح على هذا الشكل كما كتشوفوا معنا على المباشر.